السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي الآن مع المقدم أبو أسامة، عضو قيادة المجلس العسكري لدمشق وريفيا. حياكم الله سيادة المقدم. أهلا وسهلا بكم. سيادة المقدم، ما رأيكم أنتم كمجلس عسكري لدمشق وريفيا لما يجري يعني من هدن في المناطق الغربية لدمشق وأيضا في باقي المناطق كالقلمون ومناطق أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. بداية، النظام استفاد من موضوع الهدن وبعض المناطق التي وقعت هدن في الآونة الأخيرة لتقوية نفسه في أماكن أخرى، وسحب قواته، مناورة بقواته إلى المناطق الأكثر سخونة. فالهدنة التي فرضت في قدسية وفي الهامة لاحظتم كيف تم نقضها بالأيام السابقة، محاولا جر الثوار في تلك المنطقة لتهجيرهم كما فعل بداريا، تهجير ممنهج، إفراغ تلك البلدات من سكانها. ولم يلتزم النظام بالهدنة حتى التي فرضت عليه في الآونة الأخيرة مع اتفاق ما سمي اتفاق الروسي الأمريكي. لم يلتزم ولا ساعة بالهدنة، ولا يوم لم يلتزم أبدا بالهدنة. كانت محاولات اقتحام مستمرة للجبهات في الغوطة الشرقية وبعض المناطق الساخنة. الهدن غالبا تكون لصالح النظام، لا تخدم الثورة. طبعا هذا كان ربما سؤالي، يعني أريد أن أسألك عن وضع جبهات الغوطة الشرقية إن كان في وقت الهدنة أو حتى حاليا. الغوطة الشرقية تتعرض لهجمة شرسة من النظام. من سؤالك السابق، استفاد النظام من الهدن في بعض المناطق لسحب قواته والتكتيك فيها وزجهم في معركة الغوطة الشرقية، حقق بعض التقدم، حاول جاهدا الدخول في مناطق لكنه فشل، نجح إلى حد ما في اختراق بعض أو احتلال بعض النقاط للمجاهدين، ولكن المجاهدين لم يكونوا يعني كانت انسحابات تكتيكية، وإن شاء الله ستعاد الكرة بإذن الله تعالى. الموضوع في الغوطة الشرقية، جبهات الغوطة الشرقية تحتاج إلى توحيد الجهود وتركيز الجهود باتجاه العدو في كل الغوطة. الغوطة كل واحد لا يتجزأ. النظام لعب على تجزئة الغوطة، نجح إلى حد ما، ولكنه في الأيام القادمة لابد من توحيد الجهود في سبيل صد النظام وإشغاله في جبهات أخرى. يعني أفهم من كلامك أنه لا يستطيع فصيل واحد قيادة معركة في الغوطة. نحتاج إلى جميع الجهود، الفصائلية المدنية والعسكرية، لجميع الجهود لصد هذه الهجمة الشرسة للنظام. وعندما نقول الهجمة الشرسة للنظام لا نعني النظام وحده، النظام بميليشياته وداعميه من الدول الإرهابية إيران وروسيا وبعض المرتزقة والميليشيات. النظام لم يعد موجود، النظام كجيش، النظام ما يسميه هو الجيش العربي السوري لم يعد موجود. ما نجده على الجبهات بعض المقاتلين الفلسطينيين، بعض الميليشيات الأفغانية، بعض الميليشيات اللبنانية والعراقية، بالإضافة وجود النظام بالجو فقط. أخيرا سيادة المقدم، يعني ما رسالتكم أنتم كمجلس عسكري لدمشق وريفها للشعب في ريف دمشق خاصة وفي سوريا عامة؟ نوجه رسالة إلى أهلنا في الغوطة خاصة لتوحيد الجهود في سبيل صد هذه الهجمة، توحيد الجهود في الغوطة خاصة، طبعا في ريف دمشق بما فيها القلمون الشرقي والغربي وبعض المناطق السائرة. ورسالة لأهلنا في حوراء، رسالة عتب وتحية إلى المجاهدين والفصائل المقاتلة في ريف حماة وفي حلب، ولو يعني بنحب نوجه له الرسالة أنه إسقاط النظام يكون في دمشق، في دمشق ودمشق فقط. لاحظنا بالسنوات السابقة خسر النظام محافظة كاملة اللي هي إدلب، وخاسر الرقة قبلها،
ولكنهم لم يسقط، لا يسقط النظام إلا في دمشق، ونحن صامدون بإذن الله حتى إسقاط هذا النظام.